الشاطي ديال سيدي موسى وكلو المرة الخامسة على التوالي تيطرف هذا اللواء. تيتعلق الأمر بجودة المياه، بالعملية التحسيسية على البيئة، سلامة المحيط، سلامة المصطافين. خص تحقق واحد المجموعة ديال المعايير. أولا تكون الصحة العمومية متوفرة، الوقاية المدنية، الأمن المستدام، القوات المساعدة، الدرك الملكي، يعني مجموعة ديال الشركاء تهيئوا هاد المعايير قبل من 3 شهور. وبالتالي ملي تيجي المصطف تيلقى راحته، تيلقى الأمن، تيكون مطمئن على أن المياه ذات جودة عالية، لأن تيدارو تتخذ العينات كل 15 يوم وتتعلق فهذيك اللوحة راهية، بمعنى أن كل شيء مضبوط وكل شيء محدد، وبالتالي ما يمكنش أنه خصنا نترجعوا. جيت من الرباط بان لي شاطئ تاكلو شاطئ مزيان، ولكن خصو شويه العنايه، ما نقيش بزاف. كنعانيو هنا من واحد المشكل كبير اللي هو الناس هنايا كتجي في الغالب الناس ما واعيينش، كتمثل هاد الدائره شي 70% ديال الناس اللي كيجيو ما واعيينش، واللي هما واعيين قلال بالنسبه اللي كيكونوا لي سفاريان اللي سميتو، اللي هما اصلا جايب عقليه واعيه. ايوا هاد العام الحمد لله ما مازال ما غرق حتى واحد، ما ماتش حتى واحد، حتى الله واحد جوج حالات هما خطيرون، جوج حالات اللي هي خطيره صافي راه تمات الانقاذ ديالهم. الشاطئ ديال اكلو هو شاطئ زوين، تنجيو ليه ديما من الصيف للصيف، تنجيو تنتبحرو فيه، يعني شاطئ تتميز بالنقاء ديالو، شاطئ نقي، الناس ديالو نقيين، تيجيو ليه العائلات بزاف. الشاطئ أقلو اللي هو فعلا الشاطئ جميل وحصل على اللواء الأزرق للمرة الخامسة على التوالي أظن، ولكن القضية اللي مازال خاصها نفكروا فيها ونخدموها في شاطئ أقلو هي انعدام الفنادق. تنلقاو هنا الديور بشاطئ أقلو الثمن ديالها تيكون مثلا 200 درهم، تدخلوا السمسارة وتنلقاو الثمن ديال الشقق هنا بشاطئ أقلو تتمشي حتى 600 درهم، وهذا الشيء ما تيشجع السياحة بشاطئ أقلو.